تجربة ثالثة لمخبر أسس هندسة الاتصالات التعديل وفك التعديل الترددي FM Modulator and D-Modulator. الأهداف التجربة أولا تآلف مع محتويات وإشارات لوحة التجارب DL2153C، ثانيا دراسة خطية الامتياز محكوم بجهد VCO، ثالثا دراسة التعديل الترددي وحساب الانحراف الترددي، رابعا دراسة فك التعديل الترددي. لوحة الاختبار اللي راح ننفذ عليها تجربتنا مؤلفة من الأجزاء التالية: أولا دارت المعدل الترددي FM Modulator، والجزء الرئيسي منه هو عبارة عن مهتز محكوم بجهد VCO. على الدخل راح نلاحظ دارة جامعة عم تجمع بين مولد لجهود مستمرة قابلة لتغيير مطالة أو قابلة لتغيير قيمة الجهد المستمر عن طريق هذا المفتاح، وأيضا إشارة معلومات في مسج نقدر نطبقها من مولد تردد خارجي. عن طريق هي الدارة رح ندرس أولا خطية المهتز محكوم بجهد، أي رح نرسم علاقة تربط بين التردد خارج الـ VCO والجهود المستمرة المطبقة على دخله بدون تطبيق إشارة معلومات. الجزء الثاني هو رسم الإشارة المعدلة تردديا عن طريق تطبيق إشارة معلومات ووضع المفتاح دي سي ليفل على وضعية 50%، ومن ثم حساب الانحراف الترددي. القسم الثاني من التجربة هو عبارة عن دارة فك التعديل FM Demodulator، والمؤلفة من الأجزاء التالية: مضخم ومحدد، مفاضل، ثنائي لحذف النبضات السالبة والمحافظة فقط على النبضات الموجبة، ومرشح لو باس فلتر. كمان على دخل المضخم والمحدد في عندنا مفتاح دي سي ليفل أيضا يجب وضعه على 50%، مكبر للترددات المنخفضة لو فريكوانسي امبليفاير، ولاود سبيكر من اجل، وهدول الجزئين راح نستخدمهم لنسمع صوت الاشاره اللي تم استقباله. المحتويات لوحه الاختبار مره ثانيه: معدل تردد اف ام مودريتور، كاش تعديل تردد اف ام دي مودريتور، مكبر ترددات منخفضه لو فريكوانسي امبليفاير، مكبر صوت لاود سبيكر. مفهوم التعديل الترددي: التعديل الترددي بالتعريف هو تغير لتردد اشاره الحامل فقط تبعا لتغير مطال اشاره المعلومات. مثل ما احنا شايفين بالشكل، في عندي دارة المعدل هي عبارة عن المهتز محكوم بالجهد. المهتز محكوم بجهد مثل ما شرحته بالتجربة رقم 2 هو عبارة عن عنصر فعال وشبكة عناصر غير فعالة، وفي عندنا ضمن شبكة العناصر غير فعالة مكثفة متغيرة. هي المكثفة المتغيرة هي عبارة عن الديود السعوي. هذا الديود السعوي الفاريكتور ديود بيكون محطوط بحالة انحياز عكسي، وراح نطبق على المصعد له إشارة معلومات. عندما يكون مطال إشارة المعلومات على الصفر، فالإشارة الناتجة هي إشارة الحامل FC. فهون ما في داعي نطبق إشارة حامل مولد خارجي، فإشارة الحامل عم تتولد داخليا ضمن المهتز. هلأ بتطبيق إشارة المعلومات راح نلاحظ مع زيادة مطال إشارة المعلومات زيادة تردد إشارة الحامل، ومع وصام مطال إشارة المعلومات عم ينقص معي مطال إشارة الحامل، وكمان انتبهوا لطيف الإشارة الناتج مع زيادة التردد. فمثل ما احنا شايفين الانضغاطات والتخلخل، برجع بعيدة، انضغاط مع زيادة مطال إشارة المعلومات. كمان شكل ثاني بميل لي إشارة الحامل وإشارة المعلومات والانضغاطات والتخلخلات مع زيادة التردد ونقصانه، وهذا الشكل أيضا بيوضح لي كيف عم نطبق إشارة المعلومات على المكثفة المتغيرة قابلة للتغير، واللي هي بنقدر بنطبقها عن طريق المهتز محكوم بجهد. وهي المهتز مع المكثفة المتغيرة بصير اسمه المهتز محكوم بجهد، ومن ثم نحصل على إشارة معدلة ترددياً وإرسال. على شاشة الرسم راح يظهر معي هذا الشكل، ما راح يظهر معنا الشكل اللي شفناه قبل شوي. عندنا بالتجربة راح يظهر هذا الشكل، إشارتين بيناتهم تباعد إذا كانت الإشارة المطبقة مربعة، أما إذا كانت الإشارة المطبقة جيبية فراح نلاحظ إنه بين الإشارة الجيبية التي تقابل أعظم مطال لإشارة الدخل، والإشارة الجيبية التي تقابل أقل مطال لإشارة الدخل، بيناتهم كلها عبارة عن إشارات جيبية. من
ومن خلال هذا الشكل رح نحسب ما يسمى الانحراف الترددي دلتا اف، اللي هو بالقانون بالقيمة المطلقة اف 2 ناقص اف 1 على 2، حيث اف 2 هي عبارة عن تردد الإشارة الجيبية التي تقابل أعظم مطال بالإشارة الدخل، وإف واحد تردد الإشارة الجيبية التي تقابل أقل مطال لإشارة الدخل. نحن بنحسب تي اثنين، وبنحسب دور الإشارة الثانية، وبنحسب دور الإشارة الأولى مقلوب، نحصل على إف واحد وإف اثنين، ومن ثم بنطبق القانون دلتا إف إف اثنين ناقص إف واحد على اثنين. دائرة فك التعديل، واللي هي مؤلفة من العناصر التالية: مضخم ومحدد الهدف منه بشكل رئيسي إذا الإشارة ذات مطالات منخفضة يكبرها، طبعا الإشارة المستقبلة، ومن ثم عملية قص للإشارة من الأعلى والأسفل، وذلك من أجل حذف الضجيج. كما نعلم أن الإشارات العشوائية أو الضجيجية تتراكب مع مطال إشارة المعلومات، وحاليا في التعديل الترددي المعلومة محملة على التردد، فقص الإشارة من الأعلى والأسفل يؤدي لحذف الضجيج ولكن لا يؤدي لحذف المعلومة. لذلك يعتبر الـ FM أكثر أنظمة التعديل التماثلي، Continuous Wave Modulation، مناعة ضد الضجيج. الجزء الثاني هو دائرة المفاضل، واللي راح تعطيني نبضات موجبة وسالبة، عدد النبضات يتناسب مع تردد الإشارة في كل لحظة. الديود يقوم بحذف جزء النبضات السالبة والإبقاء فقط على النبضات الموجبة، والمرشح لوبة فلتر راح يعطيني إشارات جيبية أو إشارة جيبية وحيدة هي إشارة المعلومات مطالة يتناسب مع عدد النبضات. الإشارة U1 هي الإشارة على خرج دائرة المحدد، فبتتحول الإشارة من إشارة جيبية لإشارة مربعة. U2 هي خرج الديود، فراح نلاقي فقط نبضات مربعة تتناسب نبضة عند كل جبهة صاعدة، وبالتالي عدد النبضات يتناسب مع تردد إشارة المعلومات. ومن ثم اليو 3 هي خرج المرشح، فعم نلاحظ أنه عم يعطيني إشارة مطالة عم يزداد مع زيادة عدد النبضات. التعديل وفك التعديل الترددي اف ام موديليشن اند دي موديليشن. الجزء الاول من التجربه هو عباره عن دراسه المعدل الترددي اف ام موديليتور، واللي هو عباره عن مهتز محكوم بالجهد فولتج كنترول اوسيليتر. المهتز المحكوم بالجهد له دخل وحيد اللي هو عباره عن اشاره المعلومات، وله خرج اللي هو عباره عن الاشاره المعدله. الاجراء الاول هو دراسه خطيه المهتز محكوم بالجهد، اي التاكد انه التردد بخرج المهتز يتناسب طردا مع الجهد المستمر المطبق على دخله. مثل ما انا شايفين هون، انا عندي دارة جمع وعندي مدخل لإشارة مستمرة دي سي ليفل ثابت، ومدخل اخر في ام هو مندخل فيه لإشارة المعلومات اللي بنجيبها من مول الترددات خارجي. بالبداية راح نستخدم مقياس التردد موجود معي هون، راح نطبق نحط الدي سي ليفل اول شيء على 0%، ونحط مقياس التردد على الخرج على خرج الفي سي او، فنحطه بهي النقطه ونقيس قيمه التردد الناتج. فبنسجل بجدول على الدخل 0% للفولت للدي سي ليفل، والخرج 41.9 كيلو هرتز. نرجع بنزيدها لل 25% وبنقيس قيمه التردد الناتج، ومنستمر لل 50% و75% و100%، وبنرسم العلاقة اللي بتربط بين تردد الخرج وجهد المطبق على دخل الـ VCO لنتأكد انه العلاقة خطية بيناتهم. الإجراء الثاني بتجربتنا هو رسم إشارة الحامل وقياس ترددها. إشارة الحامل بهي التجربة تولد داخليا من المهتز المحكوم بالجهد عند عدم تطبيق أي إشارة معلومات على الدخل، ومع وضع الدي سي ليفل على 0%. رح نجيب قناة الرسم الأولى ورح نحطها على خرج المهتز المحكوم بالجهد، فبيكون الخرج هو عبارة عن إشارة الحامل، هي عبارة عن إشارة جيبية. بنقيس ترددها عن طريق قياس عدد المربعات على المحور X من القمة للقمة، نضربها بالقاعدة الزمنية، بنكون حصلنا على الدور. مقلوب الدور هو عبارة عن التردد. الخطوة الثالثة
هي حساب الانحراف التردددي. تم الحساب الانحراف التردددي بداية عن طريق تطبيق إشارة معلومات نحصل عليها من مول الترددات الخارجي. ترددها راح يكون 1 كيلو هرتز، ومطالة من قمة للقمة 1 فولت. راح نجيب إشارة المعلومات ونحطها على المدخل بي ان، وراح نجيب قناة الرسم الأولى لنحطها ونحطها على نفس النقطة على الفي ام لنشوف شكل الإشارة اللي راح نستخدمها. شكل الإشارة هو عبارة عن إشارة جيبية. راح نضبط لها ترددها عن طريق مفتاح الامبليتود اللي هو بتحكم بمطال إشارة المعلومات، فأنا بغيره وبضبطه لازم يكون من قمة للقمة 1 فولت. بحط مفتاح الفولت على الديفيجن على 1، بالتالي لحتى تكون إشارتي 1 فولت بيك تو بيك لازم تكون مربع كامل. بهالحالة تم ضبط الإشارة. هلا راح نروح نشوف الإشارة المعدلة ترددية على الخارج. بالنسبة للفي سي او هو عبارة عن دارة رنين، مثل ما قلنا إذا ما طبقنا على دخل أي شيء فالخارج هو عبارة عن إشارة جيبية، عن إشارة جيبية تقابل تردد الحامل. أما إذا طبقنا على دخله جهود مستمرة فكل جهد مستمر على الدخل يقابله تردد بالخارج. فإذا طبقت أنا إشارة جيبية، الإشارة الجيبية عم تتغير بشكل مستمر، فراح يكون أنا في عندي تغيرات مستمرة لتردد إشارة الخارج بشكل متناسب مع الإشارة المطبقة على الدخل. وهذا هو تعريف التعديل الترددي. إذا فالفي سي او عم بيقوم بهي المهمة بشكل صحيح. لنفهم أكثر الإشارة الناتجة رح بالبداية غير شكل الإشارة من جيبية لمربعة. مثل ما بنعرف الإشارة المربعة إلى جهد عالي وجهد منخفض، فأنا رح شوف فقط على الخارج إشارة جيبية تقابل الجهد العالي وإشارة جيبية تقابل الجهد المنخفض. أما بحالة الإشارة الجيبية فراح نلاحظ في عندي مجموعة من الترددات، لأنه الإشارة الجيبية ما هي جهدين فقط، هي مجموعة جهود متغيرة. فأنا راح أشوف أنا عندي مجموعة من الترددات تقابل الجهود المستمرة الموجودة على الدخل. هلأ لحساب الانحراف الترددي بيتم على الشكل التالي. مع نهاية الدور الأول راح لاحظ أنا في عندي تباعدين واضحين، إشارة جيبية تقابل أعظم انحراف أو أعظم مطال لإشارة الدخل، وإشارة جيبية تقابل أقل مطال لإشارة الدخل. بحسب ترددهم، تردد الإشارة الأولى وتردد الإشارة الثانية، بطرحهم وبقسمهم على 2، بنحصل على ما يسمى دلتا اف. دلتا اف هي الانحراف الترددي. إذا هذا الشيء ما قدرت أحققه بالدور الأول فيني أنا أحسبها بالدور الثاني، لأنه عم بيصير تراكم. يعني الانحراف الترددي اللي نتج عن الدور الأول رح ينضاف بالدور الثاني، فرح يحصل أنا عندي هون على 2 دلتا اف. فحساب دلتا اف بهي النقطة أنا بحسب التردد الإشارة الانحراف الأول والإشارة الجيبية للانحراف الثاني، بطرحهم من بعض وبقسم هاي المرة على 2 ضرب 2، 2 لأنه عندي دورين وفي عندي بالقانون بالأساس 2، فبصير أنا أقسم f2 ناقص f1 على 4. وفيني أنا نفس الشيء اشتغلها بالدور الثالث. بالدور الثالث بحسب تردد الإشارة الجيبية ليقابل أعظم مطال لإشارة الدخل، تردد الإشارة الجيبية ليقابل أقل مطال لإشارة الدخل، بطرحهم من بعضهم وبقسمهم على 3 لأنه 3 أدوار، تقسيم 2 فبصير أقسم على 6، فبصير f2 ناقص f1 على 6، وهكذا. هو الجزء الثالث من تجربتنا، رح ندرس الـ FMD Modulator قسم الاستقبال. بالبداية رح نوصل مخرج الـ VFM على مدخل كاشف التعديل اللي هو كمان مكتوب جنبه FM. أول مرحلة من قسم الاستقبال هي عبارة عن مضخم ومحدد، يعني بنسميها كمان دارة موائمة. مضخم إذا الإشارة ذات مطال صغير بكبرها، والمحدد له مهمة كتير كبيرة اللي هي عبارة عن قص الإشارة من الأعلى والأسفل لحذف الضجيج. مثل ما بنعرف أنه المعلومات بالتعديل الترددي بتكون محمولة على التردد، بينما الضجيج هو عبارة عن إشارات عشوائية تتراكب على المطال. فعند قص الإشارة من فوق ومن تحت بدارة المحدد فبنكون حذفنا الضجيج ولكن حافظنا على المعلومات. كرمال هيك بنقول انه الاشاره المعدله ترددية او التعديل الترددي بشكل عام هو افضل انواع التعديل من ناحيه المناعه ضد الضجيج، فهو احسن من الام واحسن من البي ام. المطلوب هلا للتقرير العملي هو رسم الاشاره على مخرج كل مرحله من مراحل فك التعديل. اول شيء رح نشوف الاشاره على خارج دائره المضخم والمحدد.
اللي هي رح تتحول الإشارة الجيبية اللي كنا شايفينها إلى إشارات مربعة، إلى إشارة مربعة مثل ما أنا شايفين. المرحلة اللي بعدها هي مرحلة المفاضل، رح يعطيني نبضات، عدد هاي النبضات نبضات موجبة ونبضات سالبة، عددها بتناسب مع عدد الإشارات الجيبية اللي كانت موجودة معي. المرحلة اللي بعدها ديود ثنائي اللي راح يكون بحذف النبضات السالبة وخلي لي فقط النبضات الموجبة، بما أنه عدد النبضات السالبة قد عدد النبضات الموجبة. بعدين بدارة اللوباس فلتر بالأخير راح يعطيني إشارة جيبية متناسبة مع مجموع النبضات. هاي الإشارة الجيبية لازم تكون مثل ما أنا شايفين ترددها صغر، فهي نفسها إشارة المعلومات. راح نقارن هاي الإشارة المستقبلة مع الإشارة المرسلة ونشوف إذا صار في عندي اختلاف بالمطال، اختلاف بالطول، اختلاف بالشكل، ونرسمها على ورق مليمتري.